استمعوا إلى شبابكم، شاركوهم أفكارهم وأحلامهم، أعطوهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، حلقوا في سمائهم عاليا، اجعلوهم سباقين لا تابعين، سلحوهم بخبرتكم وبإيمانكم بهم، لا تتركوهم فريسة لمن يقتاد بطموحهم ويستخدمهم أداة لنشر العنف والكراهية. املأوا قلوبهم بالأمل والحرية والدعم الذي لا نهاية له، افتحوا لهم أبواب الثقة واعطوهم مفاتيح القيادة، فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم. إبداعات شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر. عفة مصطفى 29 سنة، اختيرت ضمن أقوى 100 امرأة عربية تحت سن 40 سنة. تعمل عفة في مجال الإعلام البحري، تعد أصغر صحفية عربية تنشر أكثر من 100 مقال عن مختلف مجالات القطاع البحري في كثير من الدوريات والمجلات العالمية. تعمل عفة مصطفى مدير تنفيذي لمؤسسة تاكتس للإعلام البحري، ومن داخل عملها على متن حوض بناء للسفن بدولة الإمارات العربية. تقول عفة: هنا بيتم بناء وتصنيع وتصليح السفن، سواء كانت السفن العاملة داخل الدولة أو السفن اللي بتبحر طبعا خارج الدولة. أنا هنا بتكلم عن إعلام بحري، فأنا دايما عشان بشتغل في القطاع البحري بغطي كل ما له علاقة بعمليات المواني، بناء السفن. لازم أصلا أكون موجودة بالأفرول، يعني اللبس التقني اللي أنا بكون موجودة فيه، بحيث أن يكون طبعا هنا أماكن فيها خطورة عالية جدا كوقت تصنيع السفن وبنائها، فلازم أكون موجودة بالأطاير ده طول الوقت وأنا بصور وأنا بعمل التغطيات الصحفية. وعن الإعلام البحري تقول عفة مصطفى: هو الفكرة ان انا اخترت حاجة ما كانتش موجودة على الساحل. انا درست اعلام وسائل متعددة، الطبيعي ان انا اشتغل في حاجة علاقة مثلا الجرايد، المجلات، اشتغل في حاجة علاقة بالحاجات البسيطة السهلة في الاعلام. بس انا دايما بني ادم غير تقليدية، بحب اروح اتوجه للمجالات المهمة واللي تنفع الناس. مش عايزة اقدم الاعلام بالصورة التقليدية النمطية، انا عايزة اقدم اعلام يقدر يعكس قطاع مهم جدا زي القطاع البحري. بنتكلم على قطاع بحري بيسهم حوالي من 20-30% من اجمالي الاقتصاد في الشرق الاوسط، فيما يقرب من حوالي يعني من 300-400 مليار بشكل سنوي، وده رقم كبير جدا. قطاع بحري هو الاقتصاد البديل، قطاع بحري هو الاقتصاد اللي احنا بنتكلم فيه، اقتصاد المستقبل. فكان لازم يكون في اعلام موجود بينقل الصوره الواقعيه للمتلقي حتى الافراد. الاعلام البحري هو مجال تسخير كافه الوسائل الاعلاميه لتغطيه وتسليط الضوء على كل ممكنات القطاع البحري كاقتصاد. زي ما انا قلت ان الاقتصاد البحري الاقتصاد البديل هو اقتصاد المستقبل. ازاي انا اقدر استخدم كل وسائل الاعلام الحديثه ان انا انقل القطاع البحري بكل ممكناته، بكل اهميته، بكل قطاعاته للمتلقي. ومن على متن احدى سفن الدعم البحري التي تعمل عليها عفة تقول: احنا على متن احدى سفن الدعم البحري مملوكه لشركه سعوديه. سفن الدعم البحري دي سفن مصممه خصيصا عشان تقوم بكل العمليات الدعم البحريه للحفرات البحريه الموجوده في عرض البحر. السفينه دي بتقوم بمهام جدا شاقه، هي اللي بتقوم بكل العمليات الدعم للحفارات في عرض البحر، سواء كان الدعم الفني، سواء كانت دعم البترول، امداد البترول، كل العمليات الدعم الشاقه. حفارات في وسط البحر بتكون عايزه دعم على مستوى يومي. سفن الدعم البحري دي طبعا مؤخرا الظروف اللي حصلت في قناه السويس والسفينه اللي كانت طبعا جانحه بشكل كبير جدا لولا سفن الدعم البحري المؤهله طبعا باعلى المستويات والتقنيات الحديثه، ما كانش حصل التحريك للسفينه دي في فتره جدا، يعني النو تايم فتره قصيره. فاحنا سبحان الله النهارده على نفس نوع السفينه اللي تم استخدامها طبعا في قناه السويس عشان تحرك السفينه العملاقه اللي كانت جانحه. فده بيقول لك انه ازاي السفن البحريه يعني في منها انواع جدا ليها اهميه في القطاع البحري بشكل كبير قوي، انواع بتبحر في ظروف مناخيه صعبه جدا، انواع زي سفن الدعم البحري اللي بيكون مهمها جدا شاقة. انت بتكلم ان سفينة بتمد البترول للحفارات، سفينة بتنقل كل اشكال الدعم الموجودة للحفارة البحرية. فلك ان تتخيل بقى اهمية القطاع نفسه واهمية السفن الموجودة. وعن رحلة عفة والتحديات التي واجهتها تقول: كوني بقى سيدة وجاية وعاوز اشتغل في مجال مش موجود كاعلام بحري،
كانت صعبة جدا، بس أنا عايز أقولك إن أنا الحمد لله كنت جدا عندي دعم كبير من كل اللي حواليا، سواء كانت من جهات حكومية، من منظمات عالمية. نتكلم عن المنظمة البحرية الدولية ودعمها للنساء في القطاع البحري، دعموني بشكل كبير جدا، دعموا مدراتي. الحمد لله. طبعا النهاردة بنتكلم على وجود منصة مراسي نيوز، منصة الإعلام البحري الموجودة في العالم العربي، والمنصة الوحيدة اللي بتشتغل بتقنية الواقع المدمج. كل ده خلى فيه دعم من جهات كبيره جدا ليا، وايمان بكوني ان انا عايزه اقدم صوره جميله للقطاع البحري وصوره حيه للقطاع البحري لكل المتلقي بشكل كبير قوي. كانت مهمتي صعبه ولا تزال صعبه. التحدي هو تقبل طبعا الجانب الاخر. يعني اول ما بدات كان عندي 21 سنه وداخله بقى بكاميرا وانا هصور، وعلى فكره اول سفينه صورتها كانت ناقله بترول موجوده هنا في ميناء راشد، فداخله بقى ومفيش اوفر رول وماسكه الكاميرا وعايزه اصور، وقفني بفين التصريح؟ طب هو حضرتك عندك كام سنه؟ اللي هو انا جايه بصور هنا، وقلت لهم ان انا عندي خطاب اعلامي وانا اعلاميه، وكان في طول الوقت نظره اللي هو انت بتفهمي. طلع معايا حد من المهندسين البحريين على السفينه لاني بتكلم زيه. انا ما كنتش عايزه ادخل على قطاع بدون ما انا يكون عندي مرحله اثقف فيها نفسي. قريت بشكل كبير قوي، حضرت ورش عمل كتير قوي، شغلي في القطاع مع هيئات التصنيف العالميه وحضور واكون جزء رئيس في كل الورش العمل الموجوده. بقرا تقني، يعني معظم الناس اصلا تفكرني ان انا مهندسه بحريه، بس انا مش مهندسه بحريه، بس انا بقدر اتكلم بلغتهم بشكل كبير قوي. لان خلي بالك برضو الاعلام مهنه جميله في ان انت لو عندك كل القابليه والقدره وعندك السكيلز وعندك الشغف انك تخش قطاع معين هتتكلم فيه بشكل كبير قوي. وعن مجال دراستها الحالية للدكتوراه تقول: أنا عملت الماجستير في حاجة اسمها الإعلام الإنفوغرافي، الإنفوغرافيك جورناليزم، إزاي أستخدم كل الوسائط المتعددة عشان أقدم الإعلام بشكل بصورة غير تقليدية. لما جيت أعمل بشتغل في الدكتوراه حاليا دلوقتي بعملها، طبعا عايزة تبقى لها علاقة بالقطاع البحري، بس ليه اخترت مجال اللي هو اسمه اكتشاف الآثار من تحت الماء؟ إزاي يبقى فيه فرص استثمارية كبيرة جدا أقدر أنا أكتشفها بالتنقيب على الآثار؟ يعني انا هقول لك على حاجه وهي جدا حصريه، ان شاء الله بعد الانتهاء من الدكتوراه بتاعتي عايزه اعمل اول متحف بحري عربي. وعن طموحات وامال عفت تقول: حاليا دلوقتي كمصر طبعا بلدي وفخوره بان انا بشرف مصر في الخارج، بشتغل حاليا دلوقتي على الملتقى العربي المصري الاماراتي للاستثمار في القطاع الملاحي. طبعا احنا بنتكلم عن القطاع الملاحي ده القطاع البديل، الاستثمار البديل، الاقتصاد الناجح. وقت الكورونا، جائحة كورونا ما بدأت، بتشرب المية، بتجيب الأكل، كل حاجة عن طريق البحر لشهور طويلة. بقى في توجه حكومي بأنه فين القطاع البحري وفين أهميته. قعدت مع مستثمرين كتير جدا في مصر ونماذج جدا مشرفة، قعدت مع مستثمرين هنا في الإمارات بحيث أن أنا أقدر أعمل ملتقى مصري إماراتي ما حصلش قبل كده، يبقى في ملتقى يتكلم عن الفرص الاستثمارية الناجمة عن القطاع البحري. استثمر النهارده، انت عندك مثلا بنتكلم فين الاسطول العربي؟ عايزه اعمل اسطول عربي يكون مشرف، يكون يحمل اعلام عربيه، اعلام دول عربيه، مصر، الامارات، السعوديه، الدول اللي ليها تاريخ بحري كبير قوي، فحابه يكون في اسطول يشرفها، حابه يكون في استخدام تكنولوجيا حديثه، حابه يكون في توجه لرجال الاعمال ان هم زي ما بيستثمروا في قطاعات زي مثلا القطاعات العقاريه، القطاعات الماليه، لا يكون توجه للقطاع البحري. وعايزه اطبق فكره التكامل البحري بين الدول العربيه، هبداها بمصر والامارات الاول، بعد كده طبعا لما تنجح الفكره دي هبدا اطبقها بين دول عربيه كتير بعد كده، بحيث يكون في ربط بحري، ربط اقتصاد بحري بين الدول العربيه. بدل ما اتكلم واقول الامارات عندها اقتصاد مثلا في القطاع البحري مثلا قيمته 7% من الاقتصاد القومي، مصر نفس القصه، لا عايزه اقول اقتصاد البحري للدول العربيه عن طريق التكامل البحري قيمته مليارات، عايزه يبقى في وحده عربيه في القطاع البحري. وعن حياتها العائليه تقول: جوزي بيشتغل في الاعلام كمان، رامي الفولي، فمقدر جدا اهميه القطاع نفسه، شايف ان انا بشتغل في حاجه مش تقليديه، دعمني بشكل كبير قوي، دعم ظروف الشقه اللي انا بشتغل فيها. حتى اولادي دلوقتي بعلمهم، يعني بنتي دلوقتي 5 سنين بعلمها ازاي تعتمد على نفسها، ازاي دايما تفكر اوت اوف ذا بوكس، ازاي يبقى عندها اراده من وهي صغيره، زي بالظبط ما اهلي ربوني. يعني انا دايما ببقى عايزه اللي هو ايه، هي اجيال بتسلم اجيال. بحب الطبخ جدا، انا اصلا اخدت كورسات طبخ ولما كنت في الدنمارك عشان انا حابه ده هوايه. فانت هتلاقيني، بص انا بقول انه الست الناجحه، اللي النجاح مش مقياس في حاجه معينه، اللي ناجحه في شغلها، ناجحه في بيتها، في طبيق، ناجحه في كل مجالات، الناجح ناجح. يعني هي ما لهاش حاجه معينه تنجح فيها مش ناجح فيها، لان هي مبادئ النجاح ما بتتجزأش. هي انت حاطط قدامك اصرار، عندك اصرار، عندك عزيمه، عندك حاجه عايز تحققها بتحققها.
بلدي جوايا. انا في كل حته روحتها، اشتغلت في امريكا، اشتغلت في الدنمارك، بشتغل في الامارات، كل بلد بروحها ببقى مبسوطه قوي اني بتقال المصريه الوحيده، مبسوطه قوي بالكلمه دي، المصريه كبنت والوحيده في اللي انا فيه. افتحوا كتب التاريخ والحضاره والعلوم، شوفوا مصر ازاي بتقدر تاني من لزمان تقوم، واحكوا عن اجمل ما فيها عن ولاد صنعت ايديها، العيون شاورت عليهم يلمعوا زي النجوم. احكوا عن هرم ونيل، عن عقول بتساوي ثروه، عن ايدين بالخير بتدي، عن قلوب حلف التعدي، كل صعب وكل ازمه قالوا مصر وبس اولى بعمرنا وقت اللزوم. افتحوا كتب التاريخ والحضارة والعلوم، شوفوا مصر ازاي بتقدر تاني من لزمان تقوم، واحكوا عن اجمل ما فيها، عن ولاد صنعت ايديها، العيون شاورت عليهم يلمعوا زي النجوم. مكتوب سطور، كل عتمة عليها عدت انتهت دايما بنور، مصر حلم واسم عالي نشتريها بكل غالي، وعمرنا ما في يوم نبيع، واللي شاف عظمة ولادها قالوا مصر تستطيع. مصر تستطيع. تحيا مصر. إبداعات شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مع تحيات وزارة الشباب والرياضة.